أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة. والمتشوق لرمضان والذي بدأ يستشعر نسمات رمضان لابد أن يعد العدة. ومن عدة رمضان أن نجلس في مجالس العلم والإيمان، ولن تجد مجلسا أعظم من القرآن ومن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا الله جل جلاله في السنوات الماضية وشرحنا كتاب الصوم من صحيح مسلم، من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي السنة التي قبلها شرحنا كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ونشرع في هذا العام بإذن الله جل جلاله الليلة بشرح كتاب الصوم من سنن الإمام الترمذي. من هو الإمام الترمذي وما سننه أو ما كتابه الذي سنقرأ منه؟ الإمام الترمذي هو من أئمة السلف، ولد في سنة 200 هجرية على خلاف بين العلماء، وتوفي في 279، يعني عمره ما يناهز 70 سنة. عم تتكلم أنت عن 200 هجرية، يعني القرون الأولى. الإمام الترمذي اسمه أبو عيسى محمد بن عيسى، من مرو ثم من ترمذ، وترمذ هي بلدة موجودة الآن في كازاخستان، وهي بلاد ما وراء النهر، يعني بلاد العجم. والعجيب أنك ترى هذه الكتب المباركة العظيمة أصحابها من العجم ليسوا من العرب، وهذا إن دل على شيء يدل على أن العبرة ليست بعربيتك ولا بعجمتك ولا بشكلك ولا بلونك، إنما العبرة بتقواك. لذلك قال الله جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسترون هذا في ترجمة أغلب أصحاب السنن. فإذا الإمام الترمذي من ترمذ، وقلنا ترمذ أنها قرية في كازاخستان. وكان الإمام الترمذي قد أتاه الله جل جلاله ذهنا حاضرا وحافظة قوية، حتى أن أحد مشايخه مرة قرأ عليه 40 حديثا، فقال لشيخه: أريد أن أعيدها عليك. فظن الشيخ أنه يمازحه فغضب عليه، قال: اختبرني. فاختبره فسمع له الأحاديث بغير خطأ، 40 حديثا سمعها من مرة واحدة. لأجل ذلك اهتم به أهله ومشايخه. ومن أهم العلماء الذين تتلمذ عليهم الإمام الترمذي من؟ الإمام البخاري رحمه الله. لذلك من أهم تلاميذ الإمام البخاري الترمذي، ومن أهم مشايخ الإمام الترمذي الإمام البخاري، لزمه لسنوات طويلة يقرأ عليه ويسمع منه ويتعلم منه حتى صار إماما وحجة في العلم. كان الإمام الترمذي حجة في كثير من العلوم، لكنه تخصص في علم الحديث وبالذات في علم العلل. شو يعني علم العلل؟ علل الحديث، وعلم رجال الحديث، وعلم الجرح والتعديل، وعلم الرجال، هذا ثقة وهذا غير ثقة وغير ذلك. وهؤلاء يكونون في سند الحديث. السند هم رجال الحديث الذين نقلوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكاتب الترمذي أو البخاري أو مسلم أو غير ذلك. فلذلك في آخر كتابه، لما هو الكتاب يطلع بآخر كتاب، في كتاب اسمه كتاب العلل، وألف كتابا آخر غير الكتاب الموجود في آخر كتابه، كتابا خاصا اسمه العلل. وله عدة كتب ومؤلفات، من أهم هذه المؤلفات
الكتاب الذي بين يدينا، وهو كتاب السنن، وسماه البعض بكتاب الجامع. ولما سمي بالسنن أو لما سمي بالجامع؟ سمي بالجامع لأنه لم يقتصر على أحاديث الأحكام فقط، إنما ذكر الفضائل والمناقب والسير والتاريخ والأحكام للعبادات والمعاملات وغير ذلك، بل زاد عليه الإمام الترمذي أنه في كثير من الأحاديث، وإن لم نذكرها نحن في هذا الملخص حتى نسهل عليكم، ولكن في كثير من الأحاديث كان أبو عيسى الترمذي رحمه الله يعني يعلق على الحديث فيقول هذا عليه عمل أهل العلم، وهذا عليه عمل الصحابة، وهذا قال به الشافعي، وقال به مالك، وقال به أحمد وغير ذلك. فلذلك الذي يقرأه وإن كان مبتدئا في طلب العلم لكن عنده آلات طلب العلم يكفيه هذا الكتاب عن شروح أخرى. وهذا الكتاب له الكثير من الشروح، من أهمها كتاب تحفة الأحوذي. وهذا الكتاب هو من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، والكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في علم الحديث ستة: أولها البخاري، ثانيها مسلم، ثالثها على خلاف، منهم من جعل سنن أبي داود في المرتبة الثالثة، ومنهم من جعل سنن الترمذي في المرتبة الثالثة. لذلك إن مد الله في أعمارنا وأبقانا للعام القادم إن شاء الله نقرأ قبيل رمضان شرح كتاب الصوم من سنن أبي داود. وله غيرها من المؤلفات، من أهمها الكتاب المعروف المشتهر بين الناس الذي يقرأ غالبا في شهر ربيع الأول، شو هو؟ كتاب الشمائل للإمام الترمذي. ونشرع بإذن الله تعالى في هذا الكتاب. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الحديث الأول الذي ابتدأ به الإمام الترمذي هذا الباب المبارك، وهو باب فضائل الصوم، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الطريق إلى الله لابد فيها من فضائل وأحكام. يعني أنت اليوم بدك تتحضر لرمضان، كيف تتحضر لرمضان؟ تتحضر لرمضان بطريقتين. الطريقة الأولى أنك ترغب نفسك، وترغيب نفسك يكون بسماع الفضائل، والطريقة الثانية تكون بتعلم الأحكام. هذا الحديث فيه فضائل رمضان، حيمر معنا بعض الأحاديث فيها أحكام رمضان. في فرق بين الأحكام والفضائل. الفضائل شو بتحرك عندك؟ ها، المشاعر والأشواق. والأحكام تضبط عندك الأفعال، علم وإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ليلة من ليالي رمضان، يعني لسه ما صمنا، وهي آخر يوم، تكون بعد آخر يوم من أيام شعبان عند أذان المغرب. عندما يؤذن المغرب من آخر أيام شعبان يحدث في الكون تغيرات. ما هي هذه التغيرات؟ نؤمن بها وإن لم نرها بأعيننا. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن والكتب. قال صلى الله عليه وسلم: صفدت الشياطين. ما معنى صفدت؟ التصفيد بمعنى التكبيل، وروي في رواية أخرى سلسلت. لذلك قال العلماء: هل التصفيد المراد منه عدم الحركة أو المراد منه بطء الحركة؟ قال العلماء الذي جمعوا بين هذه الروايات قال: بما أن هنالك سلسلة رواية تقول الرواية سلسلة الشياطين،
فهذا يدل على بطء الحركة. طيب أنا شو المعنى المراد أو ماذا أريد أن أفهم من هذا الحديث؟ قال علماء: إما أن الشياطين يتوقف تأثيرها على الناس في رمضان بالكامل، معش في أثر بالكامل. والرأي الآخر يقول أن الشياطين يقل تأثيرها على الناس، لذلك ترى بعض المعاصي في رمضان، وترى بعض الأخطاء في رمضان، وترى غضب في رمضان، وترى مشاكل في رمضان. ما سبب هذا؟ قالوا أن سبب هذا أن النفس ما زالت موجودة، لأنه صح وسواس إبليس والشيطان ذهب، ولكن كيد النفس بعده موجود. هذا قول. وفي قول آخر أن الشيطان ما زال موجودا لكن وسوسته قلت وخفت. قال: صفدت الشياطين ومرضت الجن. إيش الفرق بين الجن والشياطين؟ لا، شو الفرق بين الجن والشياطين؟ طب ما هو قال لك صفدت مرضة الجن، طب كانوا مسلمين ليش صفدت؟ إذا بدل لكم عبارة قولوا له صح أو خطأ. كل جن شيطان وليس كل شيطان جن، شو الصحيح؟ أحسنت، كل شيطان جن وليس كل جن شيطان، لأنه قد يكون جني لكنه ليس شيطان. طب تقول لي شيخ مين الشيطان؟ قال: الشيطان هو الكافر من الجن. فإذا الشياطين من الجن. طب ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام صفدت الشياطين ومردت الجن؟ هذا نقوله تخصيص بعد تعميم يفيد الاهتمام. هذه المردة، مردة الجن، هن من الشياطين. طب لما خصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لبيان الاهتمام. وغلقت أبواب النار، هل هذا مراد على الحقيقة؟ الأصل أنه نعم، أن أبواب النار تغلق على الحقيقة، وقيل أن هذا المعنى مجازي، والمراد منه أن الشر يخف لأن الوسوسة تخف، وإذا خفت الوسوسة خفت الأعمال السيئة، وإذا خفت الأعمال السيئة خف الغضب الرباني، فغلقت أبواب النار. قال: فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة. هي أصلا مفتوحة، ولكن المراد بذلك كثرة الأعمال الخيرة. عشان هيك بتلاقي الناس إذا عنده عمل خير بتقول لك بتأخره برمضان. وهو مثلا على سبيل المثال الزكاة، الزكاة مش برمضان، بس بتلاقي 90% من الأمة بتطلع زكاة مالها إمتى؟ طب ليش برمضان؟ قال يا شيخ بحابب الأجر أكثر، بس هو الزكاة مش برمضان. وحكينا عنه هذا الشيء بباب الزكاة حتى ما ناخذ الوقت كثير. فتكثر الأعمال في رمضان، بتكثر صلة الرحم، النفقات، الصدقات، الزكاة، قراءة القرآن، الدروس العلم، قيام الليل إلى غير ذلك. لذلك كأن مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل. في عندك نية بداخلك للخير بس ما عم بتلاقي الفرصة، فكأن الله يقول لك: كونت لك بيئة تستطيع أن تعود فيها إلي. لأنه كثير من الناس اليوم بيقول لك: يا شيخ أنا بدي أرجع لله بس صراحة مش ملاقي بيئة. البيئة رمضان، البيئة رمضان. لذلك أكبر خسارة مش اللي ما باع برمضان ولا اللي ما طلع ربح برمضان، أكبر خسارة هو من خسر بيئة رمضان فلم يرجع فيها إلى الله. واحد صح له يشحن مرة بالسنة، هي هذا الشهر، فما شحن كيف بده يكمل كل العام؟ ويا باغي الشر أقصر، أنت تريد الشر؟ لا، أقصر، انتبه، إنه رمضان. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ليس فقط في العشر الأواخر ولا في الليلة 27 ولا في ليلة القدر فقط، إنما في كل ليلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث كذلك من الأحاديث الصحيحة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شرط المغفرة أن يكون عندك أمران: الأمر الأول أن تصوم إيمانا واحتسابا، والأمر الثاني أن تقوم إيمانا واحتسابا. طب أنا شو مطلوب مني أعرف الآن شو يعني إيمانا واحتسابا؟ شو يعني إيمانا وشو يعني احتسابا؟ شو الفرق بين إيمانا واحتسابا؟ واحد سأل تاني شو يعني احتسابا، قال له يعني احتسابا. الله يفتح عليك، أحسنت. إيمان يعني تصديقا، إيمانا يعني تصديقا. الإيمان ما وقر في القلب، ما صدقه القلب. طيب فيك تقول لي معنى آخر أو نوضح الصورة بطريقة أخرى؟
تصديقا بالوجوب، يعني هو معنى من معاني العبودية، يعني أنت تصوم وأنت داخليا متيقن أن الصيام فرض عليك. لذلك الذي لا يصوم ما حكمه؟ بدنا نسأل، جاحد، شو يعني جاحد يا شيخ؟ يعني منكر لفرضية الصيام، هذا يكفر. لا، مقر بفرضية الصيام لكنه متكاسل، هذا لا يكفر. لكن كما قال الإمام الذهبي: الذي يفطر في نهار رمضان عمدا هو أشد عندنا من الزاني والسارق وشارب الخمر. هذا قول الإمام الذهبي وقره عليه العلماء. الذي يفطر في نهار رمضان عيانا جهارا عمدا بغير عذر فهو أشد عندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، فهو أشد عندنا من الزاني والسارق وشارب الخمر، نسأل الله السلامة. فإيمانا يعني تصديقا، طوعا لله جل جلاله، احتسابا يعني كما قال محمد احتسابا للأجر، صح؟ شو يعني احتسابا للأجر؟ تذكرا للأجر، يعني هو يتذكر الأجر الذي له بهذا الصوم، يعني يتشوق له. عشان هيك من الكلمات التي تؤثر على الاحتساب: نهار طويل، يوم شوب، جوعانين، عطشانين، الإمام طول، لأنه في عندك ومن قام احتسابا كمان، الإمام طول مش قادر. لذلك لا يمكن أن يحقق هذا الحديث من لا يحافظ على قيام الليل على صلاة التراويح كل رمضان. بدك تحافظ، بدك تأخذ أجر من صام ومن قام إيمانا واحتسابا، لابد أن تحافظ على التراويح طيلة رمضان. اللي بيصلي أسبوع التراويح ببلش يقطشهم، بعدين أول شيء بيختزل بيقيم اثنين، بيكونوا ثمانية بيصيروا ستة، بعدين الأسبوع الثاني بيعملوا أربعة، بعدين الأسبوع الثالث بيعملوا اثنين، بعدين الأسبوع الرابع ما عادش يجي على التراويح، يصير يجي على قيام. بكيف احتسابا؟ هل الشيخ عم بتعب تعبانين وعم بيطول إمام وغير ذلك؟ هذا لا يحتسب. أما الذي يحتسب هو الذي يستحضر الأجر الذي جعل له عند الصلاة فلا يتركه أبدا. نعم. قال: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. تمام. هذا الحديث، قرأنا الحديث بعده كمان، عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. تمام. هذا الحديث فيه بيان أصل عظيم من أصول الدين. ما هو هذا الأصل؟ مش شيء متعلق برمضان، بيان أصل من أصول الدين. عم بتقربوا بس لسه ما حدا انضبط، يعني كمان قربت. عدم الابتداع في الدين ولو كانت عبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم، مع أنه صيام صيام صيام، ما عم بينهى النبي أنه تعمل معصية، عم بينهاك أنه تصوم. ليه؟ قال: لأن الزائد زي ما نقول بالعمية أخو الناقص، بدك تزيد كأنك نقصت. لذلك هنا ينطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، هذا الإحداث، هذه بدعة، نعم، من أحدث في أمرنا، تشرع عبادة أنت، هذا ما ليس منه. لأنه اللي بده يصوم غالبا قبل رمضان، شو سبب صيامه قبل رمضان؟ هو شاكك، هو شو اللي بده يخليه يصوم قبل رمضان؟ هو شهر شعبان، يا بده يكون 29 يا بده يكون، طيب إذا خلصنا 29 نحن شعبان، تاني يوم بدي طلع على الهلال ما شفته بس شكيت يكون طلع الهلال، قمت صمته. انت الان عم تعصى النبي عليه الصلاه والسلام، فقد عصى ابا القاسم. طيب شيخ انا ما عم بعمل شيء، عم صوم، ممنوع تصوم هلا، هذا اليوم ممنوع ان تصومه. في استثناءات، مين بنستثني؟ اللي في عليه قضاء او في عليها قضاء وما لحقت تصوم فبدها تصوم بهذا اليوم، بجوز. هاي واحد. او رجل او امراه يعني لها او له عاده. شو يعني له عاده؟ بصوم يوم أيوم، لا بصوم تنين وخميس، أم إجا رمضان إجا يوم الشك يوم الخميس، منقول له أنت بس بتصوم أما غيرك لا يصوم،
صوم هذا اليوم يدور عند أهل العلم بين الكراهة والتحريم. عند السادة الشافعية المعتمد عندنا عند الشافعية كراهة تحريم، ومنهم من حرم ذلك، فلذلك لا ينبغي أن يصام يوم الشك. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. عن صلة بن زفر رضي الله عنه قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال. شو يعني شاة مصلية؟ مشوية يعني. فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. التابعون كانوا يأخذون العلم من الصحابة، والصحابة أخذوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما كان عمار بن ياسر جالس مرة عند أحد التابعين وهو صلة، فجاءوه بشاة مصلية، جابوا له شاة مشوية، فقام بعض القوم فقالوا: نحن نعتذر، مش هنأكل معكم لأنه صايمين. فابن مسعود عمار بن ياسر عفوا يعلم أن هذا اليوم يوم الشك 30 شعبان، فقال لهم: الذي يصوم هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. يعني عم بقول لهم سيدنا عمار شو تعملوا؟ أفطروا، لأن صومكم الآن فيه، وهذا فيه نهي عن منكر، وهذا فيه بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. هذا الباب تابع للباب الذي قبله، وهو عدم خلط الشهور ببعضها. قال صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان. قالوا في ذلك الإحصاء يكون من أول الشهر، يعني عدوا الأيام حتى ما تخطئوا فتدخل الأشهر في بعضها البعض. أو منهم من قال أن الإحصاء يكون في آخر الشهر، بحيث أنه تدرك يوم 29 وتدرك يوم 30، فقال: أحصوا هلال شعبان لرمضان، يعني عندما ترون هلال شعبان ابدأوا بإحصاء الأيام حتى تصلوا إلى رمضان. هيك معنى الحديث، أحصوا الأيام عندما تروا هلال شعبان حتى يدخل عليكم رمضان. والحديث الثاني: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة، وفي رواية غياية، والكلمة الموجودة في الكتاب غيابة غياية. نعم، معنى الغمامة يا أخواني، معنى السحابة، معنى الغيمة، يعني لها عدة ألفاظ وعدة مصطلحات، ومنها هذا المصطلح. لذلك إذا غم علينا فنكمل شعبان 30 يوما. ولكن شو هي الفوائد اللي نستفيد منها من هذا الحديث والأحكام؟ متى يتوقف الواحد عن صيام النوافل في شعبان؟ ذكر العلماء في هذا كلاما، فقالوا: إذا انتصف شعبان فالسنة عدم الصيام إلا لمن كانت له عادة. قال: حتى تريح النفس وتريح البدن وتحضر النفس لرمضان، إلا أن يكون لك عادة. إذا كان لك عادة، يعني تصوم اثنين وخميس، أو تصوم يوما وتفطر يوما، فلا بأس بأن تكمل الصيام. نعم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. نعم. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشربة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك آليت شهرا. فقال: الشهر 29. نبينا صلى الله عليه وسلم مرة حزن من نسائه، زعله نسوان، فحلف صلى الله عليه وسلم أن لا يقربهن شهرا، ما يقرب على واحد منهن شهر. علم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن علم بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه. والموضوع بخصه ليه؟ لأنه واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام بنته
التي هي حفصة، كنا نتكلم عنها البارحة. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يجلس في مكان مرتفع، فسلم عليه، استأذن عليه فلم يأذن له، استأذن عليه مرة أخرى فلم يأذن له، استأذن عليه مرة ثالثة فلم يأذن له. طلع سيدنا عمر غضبان، ما الذي أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه، وأول من دخل عليهن عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها مشتاقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحب رسول الله ولا تحب حزنه، تريد أن يرجع إليه، لكن أمر الله تعالى عندها مقدم. فشؤلت له السيدة عائشة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام بيوم 29، يعني عائشة قعدت تعد الأيام، هو قال والله لا أقرب منكن شهرا، قعد عائشة رضي الله عنها تعد الأيام يوم بيوم. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام يوم 29، فقالت يا رسول الله لقد حلفت ألا تقربنا شهرا، وكأن عم بتقول له شو، لسه ما صار شهر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الشهر يكون 29. إذن لا، أنا حاسب، بتشكرك عائشة أنك أنت عم تذكريني، بس أنا حاسب 29، فممكن الشهر القمري يكون 29 وممكن يكون 30. وهذا فيه بيان أن عائشة رضي الله عنها قدمت أمر الله على أمر نفسها، لأنه هي نفسها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب عودته، لكن قالت له لا يا رسول الله أنت حلفت. والأمر الثاني أنها كانت تعد الأيام، والأمر الثالث أن الشهر يكون 29، فيمكن أن يكون شعبان 29 ويبدأ بعده رمضان. نعم. باب ما جاء في الصوم بالشهادة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث الأحكام المتعلقة به تدور حول حكم الشهادة، من الذي تؤخذ منه الشهادة؟ شو يعني الشهادة؟ أي من الذي بشهادته أنه رأى الهلال بعينيه نحكم على الناس بوجوب الصيام؟ قال العلماء، وهذا ما عليه الجمهور، هذا أمر خلافي، لكن ما عليه الجمهور والشافعية، أن دخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان نقبل فيه شهادة الواحد على أن يكون مسلما ثقة عدلا لا يعهد عليه كذبا ويكون بالغا. أما بخروج رمضان وبدخول شوال فلا تقبل شهادة رجل، إنما لابد من رجلين. طب ليش بدخول رمضان أخذنا برجل والخروج أخذنا برجلين؟ قال هذا من باب الاحتياط، لأن دخول رمضان لو قللنا فيه عدد الشهداء فهذا فيه دخول على طاعة، وذلك نشدد فيه لأن فيه خروجا من طاعة. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأعرابي وعلمه وعلم من هو أنه رأى الهلال، طلب من بلال أن يؤذن في الناس، أن ينادي في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الصيام فصوموا، أو أن يصوموا غدا. نعم. باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. طيب شو يعني شهرا عيد؟ يعني الأشهر التي يتبعها عيد. ما هو الشهر الذي يتبعه عيد؟ رمضان، والشهر الثاني ذو الحجة، يتبعه عيد الأضحى. عم بقول النبي عليه الصلاة والسلام شهرا عيد لا ينقصان، هذا له عدة معاني. المعنى الأول أن الظاهر، المعنى الأول هو المعنى الظاهر لهذا الحديث، أن شهر رمضان وشهر ذي الحجة لا يكون أقل من 30، لا ينقصان. هل هذا المعنى صحيح؟ الدليل بغض النظر عن الحديث،
دليل واقع. ما بنشوف احيانا هلال على 29، يعني هذا المعنى غير صحيح، ليس هذا المراد. مش الحديث بيكون مش صحيح، الحديث صحيح لكن هذا المعنى غير صحيح. طيب ما معنى لا ينقصان؟ قيل في معناه أنه لو نقص الشهر عن 30 فصار 29، الله تعالى إكراما للأمة يعطيها أجر 30 يوما. المعنى الثاني مما ذكر في تفسير وشرح هذه الأحاديث أنه لا ينقصان معا، يعني إذا كان رمضان 29 يكون شهر ذي الحجة 30، وإذا كان رمضان 30 يكون ذي الحجة 29. نعم. باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا، وصام معاوية، قال لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يندرج في الفقه تحت باب، أي باب؟ أحسنت، اختلاف شو؟ العبرة باختلاف المطالع. شو عن المطالع؟ مطالع شو؟ لا مطالع شو؟ نعم، يعني مطالع القمر. طيب هذا الحديث سيدنا كريب، شفتوا من هو كريب؟ هذا أم الفضل بعثته على وين؟ الشام، عند سيدنا معاوية. فوصل الخميس بالليل، ولا بيسمع الناس بيقولوا إنه شفنا هلال رمضان فبكرة بدنا نصوم، فأول يوم صاموا أي يوم؟ الجمعة، ليلة الجمعة. رجع على المدينة فسألوا ابن عباس وقال له أنتوا بالشام أمتى شفتوا الهلال؟ قال له نحن شفنا ليلة الجمعة الخميس بالليل. قال له ابن عباس لا، نحن رأينا الناس الهلال ليلة السبت، فشو بنعمل؟ فقال فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. قلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ عم بقول له لابن عباس. قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو رأى مسلم ثقة عدل في بلد من بلاد المسلمين الهلال لكننا في مصرنا لم نراه فلا نصوم لرؤيته، لكن بشرط أن يكون هذا باختلاف في الأمصار. مش يقول لي واحد هلأ بسوريا شفنا شافوا ونحن ما شفنا فما منصوم، لأنه نحن دولة إلنا كياننا الخاص. يا سلام، شخص الدولة وشخص الكيان، هذا الكيان ما كانش موجود. المصر هو ما كانت البلاد المتقاربة المجتمعة في منطقة واحدة، يعني مثلا بلاد الشام كلها اسمها مصر، العراق اسمها مصر، الحجاز اسمها مصر، اليمن اسمها مصر، هذه كلها أمصار. فالأمصار هي التي يعتبر باختلاف المطالع فيها، ودي مسألة خلافية لكن ما عليه كثير من الفقهاء وبذات الشافعية أنه يؤخذ باختلاف المطالع. عشان هيك إذا رأى مسلم في بلاد الشام الهلال نأخذ برؤيته، وإذا رآه غيرنا لا نأخذ برؤيته لكن قد نستأنس بها. نعم. قال باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء. أي ومن لم يجد؟ نعم. فليفطر على ماء فإن الماء طهور. نعم، أكمل. وعن سلمان بن عامر ضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، زاد ابن عيينة فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. نعم، الحديث واضح، وهذا من السنن التي يهجرها كثير من الناس، وخاصة إذا يعني جلس على المائدة قبل الأذان فبتلاقي مباشرة بده يبدأ بالأكل، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يصلي، وهذا يعني إثبات علمي صحي أن هذا فيه خير للمعدة
أن تبدأ بتمر ثم بماء ثم تصلي ثم تأكل. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. نعم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. نعم. باب ما جاء: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. شو المقصود بالصوم يوم تصومون؟ مو طبيعي كلنا منصوم. شو الفطر يوم تفطرون؟ يعني هي رسالة وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للاهتمام بالاجتماعية وعدم الفرقة وعدم التفرد بالرأي. فعندما تصوم الأمة، طبعا هذا ليس ردا على الحديث الذي قبله، إنما إذا أنت لم تر الهلال وأعلن الخليفة أن مسلما رأى الهلال فأعلن الصيام، فأنت عليك أن تصوم كما صام، لا تقول أنا لم أرى الهلال. نعم. وهكذا في الأضحى. باب ما جاء: إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر. نعم. أقرأ الحديث اللي بعده نشرحه مرة واحدة. تعجيل الإفطار. نعم. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. أكمل للآخر 701. نعم. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنه فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث كلها تدور حول حكم تعجيل الفطر وتأخير السحور. وهنا مسألة مهمة لطالما ذكرناها يعني مرارا، لكن حتى تتمكن عندنا، أنه إذا كنت ممن يرى الشمس عيانا فيجوز لك أن تفطر إذا رأيت الشمس قد غربت. أما إذا كنت كحال كثير من الناس اليوم لا يرى الشمس، فالأصل اعتماد التقويم الذي وضع من علماء ثقات، وهو بمقام وبمثابة الإجماع، والأصل الالتزام بهذا من باب الاحتياط. فمن العجيب أن ترى أناسا يأكلون ويشربون بعد أذان الفجر تحت قول أو حجتهم أن أذان الفجر ليس بأذان صحيح، وأن الفجر لم يبزغ بعده، أو أنهم يأكلون قبل الأذان. طبعا إذا لم يروا بذلك بأم أعينهم ذلك، عشان هيك بعض الناس مثلا عندنا ساكنين على البحر، فقعد على الطابق الثالث أو الرابع أو الخامس عم يطلع على الشمس، شاف الشمس غربت، يجوز له أن يفطر وإن لم يسمع الأذان. أما من كان لا يرى الشمس بأم عينه فيجب عليه أن يمسك حتى يسمع الأذان. وهكذا نكون قد طبقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يبالغ في ذلك فيقول أنا لا أريد أن أفطر بدي زيد ساعة من عندي. هذا نقول له شو؟ إحداث في الدين، يعني تقع تحت مصطلح البدعة، من أحدث في أمرنا هذا. الآن أنت توقف، والآن أنت تأكل. الصوم يعني إمساك، والفطر يعني إقبال. فأنت تصوم تمسك، تفطر تقبل على الطعام. إن مد الله تعالى في أعمارنا نشرع بإذن الله تعالى فيما جاء في تأخير السحور وتعجيل الفطور إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.